رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى قصة أخرى مفعمة بروح الإيمان ومشرقة بنور القرآن، قصة مبتداها التأثر وخبرها رسالة قدسية، سنعيش تفاصيلها وأبعادها ومعانيها مع الحافظ لكتاب الله الأخ حنين الجائفي، الذي بدأ قصته مع القرآن في سن مبكرة بمسقط رأسه محافظة المحويت، ثم أكمل حفظ المصحف وهو في السنة الأولى للجامعة، ويعمل حاليا في سلك التدريس. فأهلا وسهلا بكم. الله 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 عطر صباحك والمساء بنفحة من آية تجلو صدى الأجفان. تتويجا لحكايته الشيقة المثيرة والمؤثرة ومسيرته الطويلة مع القرآن الكريم، اختار ضيف هذه الحكاية مهنة التدريس إيمانا منه بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهو بهذا يضع خلاصة تجاربه ومعارفه المتراكمة بمتناول الأجيال القادمة. حاليا أعمل في التدريس، أدرس مادة التربية الإسلامية. تمتد حكاية حنين الجائفي مع القرآن الكريم زمانا إلى مرحلة الطفولة المبكرة، ومكانا إلى مسقط الرأس إحدى قرى محافظة المحويت، ومعارف وقيم ومعاني إلى آفاق نورانية ليس لها حدود. الدوافع الأولى طبعا الوالدين، ودافع بعد ذلك ذاتي. حينها بدأنا حفظ القرآن الكريم في القرية مع أستاذنا الفاضل عبد الرحمن المدامي والأستاذ عبد الله الجايفي. بداية الحلقات كانت يعني في بداية المراحل الدراسية الأولى. بعد ذلك انتقلنا إلى قرية مجاورة عند الأستاذ محمد يحيى الغولي لحفظ القرآن الكريم. حينها وصلت إلى دراستي المتوسطة الإعدادية. بعد ذلك الذي شدني إلى الاستمرار في حفظ القرآن الكريم وتعلمه بعض الزملاء، منهم الأخ رحمة الله عليه عبد الخالق ظافر، كان والده عالما جليلا في القراءات وفي اللغة، يحفظ شرح ابن عقيل. فالذي فاجأني، وهذه تكون عند البعض تعثر، ولكن كانت بالعكس، لما كنا في فترة الراحة يخرج مصحفه ويخبرني أن أسمعه المقطع الذي سيسمعه عند والده، وإذا به قد تعدى من نصف المصحف ونحن لازلنا في الأجزاء الأولى. فهذه كانت لفتة لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. وككل البدايات تعثرت الخطوات الأولى على طريق النور لضيف هذه الحكاية ببعض الصعوبات والعثرات، تمكن من تجاوزها بعون من الله ومساندة من أخذوا بيده من معلميه الذين وضعوا أمامه مفاتيح خمسة لتجاوز الصعاب. بعض الألفاظ الجزيلة في القرآن الكريم الذي لا يستطيع الإنسان في صغر سنه يعني نطقها، ثم وكذلك من الصعوبات أيضا الآيات الطويلة، كذلك من الصعوبات لما يتعارض أمر الوالد لعمل ما وذهابي إلى الأستاذ الذي يعلمنا القرآن الكريم، هذه كانت من الصعوبات. لكن كيف تعديت هذه الصعوبات؟ هناك المفاتيح الخمسة ولحفظ القرآن الكريم الذي كنت أسمعها من أستاذي ومعلم. من هذه المفاتيح التكرار والترداد، التقسيم، تقسيم الآية إذا كانت الآية طويلة حتى لا يستطيع الإنسان حفظها فيقسم هذه الآية لكي يسهل عليه حفظ هذه الآية، وكذلك الربط، الربط بين مقطع وآخر. كذلك من التعديل هذه الصعوبات فهم معنى الآية، وكذلك أيضا ما حفظنا نقرأه في صلاتنا، هذا ما كان يعلمني شيخي رعاه الله. بفضل الله أولا، ثم بفضل حب صاحب هذه الحكاية للقرآن الكريم وشغفه الكبير لمعرفة معانيه العظيمة وقيمه ومبادئه السامية، كيف أوقاته ومهامه وأعماله مع قضيته المحورية التي تدور حولها كل حياته، حفظ كتاب الله. كثيرا من الناس لو سألته متى تقرأ القرآن الكريم لقال ما أجد وقت من الانشغال، لكن القرآن الكريم كلما أعطيته كلما أعطاك الله بركة في وقتك وعمرك وفي أعمالك. القرآن الكريم كتاب هداية، إذا تعمق الإنسان فيه وجد السعادة، وجد الخير، فيوفق في العمل. لا يذهب عليك يوم لم تقرأ وردك القرآني، هذا بعد حفظك. إذا جعلت هذا القرآن الكريم رفيقك ستسعد أيما سعادة. رتل وأحسن صحبة القرآن. بدأ ضيف هذه الحلقة قصته مع القرآن بالتأثر، ثم تطورت إلى قضية وهم جسدته همة عالية وإرادة صلبة لا تعرف المستحيل. أتت إلى قريتنا جماعة، هذه الجماعة كان لي معهم قصة في شتتي نحو القرآن الكريم، فلما التقيت بهم في مسجدنا تعرفت عليهم وتعرفوا علي، ولكن الذي شتني تعظيمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، التزامهم بالدين الإسلامي. كان الواحد منهم إذا أخذ مصحفه مجرد أن يشرع في بداية الآيات وإذا عيناه تنهمران بالدموع، فهذا قصة شتتني أكثر لتعلمي القرآن الكريم. ما هذا؟ ظل مسار التعليم العام ملازما لحفظ القرآن الكريم لدى حنين الجائفي، والذي أكمل حفظ المصحف في السنة الأولى في كلية التربية، فشعر بسعادة غامرة، فلقد كان حفظ كتاب الله بالنسبة له هدف سام وغاية نبيلة. أثناء دراستي الابتدائية والمتوسطة ثم ختمت المصحف في بداية أولى جامعة، يعلم الله أنها يعني فرحة لا توصف وسعادة داخلية يجدها الحافظ في صدره بعد إتمامه لحفظ القرآن الكريم خير من كنوز الدنيا وما فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناضرة
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. حفظ كتاب الله مسؤولية كبيرة تترتب عليها مسؤولية أكبر تتمثل بتدبر آياته وفهم معانيه، فكان لزاما على صاحب الحكاية دراسة ما هو ممكن ومتاح من التفاسير المعتمدة لكي تستقيم المعاني وتتضح الصورة. في أثناء حفظنا للقرآن الكريم كنا ندرس أحكام التجويد، كذلك تعلمنا أيضا في بعد حفظنا للقرآن الكريم وأثناء الحفظ تفاسير القرآن، لأنه مما يساعد على الحفظ أن تعرف معنى الآية. من هذه الكتب كتاب ابن كثير في تفسير القرآن الكريم، كذلك كتاب علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني فتح القدير مكون من 5 أجزاء، كتاب رائع الجامع بين فني الدراية والرواية. هذا كتاب أنصح أخي وإخواني المشاهدين والمشاهدات بقراءته، فهو كتاب قيم عظيم. تستوقف الحافظ لكتاب الله حنين الجائفي مطولا بعض آيات القرآن الكريم كلما مر عليها يتأمل رسائلها ويستجلي معانيها ويستخلص العبر والدروس والعظات منها. كلما قسى القلب ووسوست النفس وتكالبت الهموم. القرآن بشكل عام وآيات معينة مثل قول ربنا سبحانه وتعالى وهي أعدل آية، هذه الآية التي توقفنا كثيرا قول ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ننظر إلى هذا الميزان العادل الميزان الإلهي القويم، فمن يعمل بمثقال الذرة من خير يرى. كذلك من الآيات التي نقف عندها بشكل أطول أرجى آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآيات توقفنا وتوقف كل متأمل لها. رتل وأحسن صحبة القرآن. دراسة القرآن ومعانيه مهمة رسالية وليست وظيفة، حقيقة جسدها صاحب هذه القصة القرآنية في حياته سلوكا ومنهج حياة. فهو الضياء إذا سريت بنهجه. بعد أن أكمل صاحب هذه القصة حفظ كتاب الله الكريم ودراسة معانيه وجد نفسه أمام مسؤولية أخرى لا تقل عظمة وجسامة، هي مسؤولية تجاه نفسه ثم تجاه أسرته ثم تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. مسؤولية كبيرة، بعد حفظ القرآن الكريم يجب أن نجعل القرآن الكريم محور عمل، فلو أتينا لأنه كله توجيهات يجب العمل به في ولائه وبرائه في أعماله في صدقه مع نفسه مع الناس مع أسرته مع المجتمع مع الصديق والعدو مع القريب والبعيد، فهنا هو المحور الأهم بعد حفظ القرآن الكريم العمل به.
يجد حافظ القرآن الكريم ذاته تحت رقابة شديدة، أعلاها الرقابة الإلهية وأدناها رقابة الخلق الذين يرون فيه المثل الأعلى والأنموذج الأرفع والقدوة الحسنة، وعليه أن يجاهد نفسه كي يبقى بهذا المقام. حافظ القرآن يجب أن يتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. يتواضع لله سبحانه وتعالى، الله أكرمه بحفظ القرآن الكريم فليتواضع، وإلا سيكون هذا العلم وبالا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. خلاصة القصة والتجربة بكل أحداثها وتفاصيلها، مواقفها ومعانيها، نصيحة أخيرة يسديها حنين الجائفي لحفاظ القرآن الكريم خاصة ولعامة المشاهدين. رسالتي الأخيرة، يجب على كل مسلم وليس الحفاظ فقط أن يجعل هذا القرآن الكريم منهج حياة، فهو دستور هذه الأمة، وهو منهج حياتنا إن أردنا الفوز والفلاح في الدارين في الدنيا والآخرة. فهو الضياء إذا سريت بنهجه، كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بنهجه، كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بنهجه، كان الدليل لجنة الرضوان. مشاهدين الكرام، كما يقال وختامه مسك، نصل إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ حنين والحافظ لكتاب الله حنين، الذي بالفعل أعطانا الكثير من وقته وشرفنا في هذه الحلقة من برنامج قصتي مع القرآن الكريم الذي يبث على قناة السعيدة الفضائية. طبعا لدينا تكريم بسيط، وهو عبارة عن هدية مقدمة من راعي هذا البرنامج اسمنت الوحدة، ويشكر بالفعل هذه الشركة على رعايتها لمثل هذه المواهب وهؤلاء الحفاظ لكتاب الله، وهو تكريم لكل الحفاظ، تكريم متواضع، تكريم نموذجي، عبارة عن مبلغ مالي نقدمه لضيفنا وأخونا حنين. تفضل أخي حنين. أيضا معنا شهادة تقدير من البرنامج، برنامج قصتي مع القرآن، وهي شهادة تقديرية نقدمها لضيفنا العزيز الكريم حنين. تفضل أخي حنين، هذه الشهادة. أنا صراحة سعدت كثيرا بالحديث معك والاستماع إلى قصتك، أتمنى لك المزيد من التوفيق والسداد بإذن الله تعالى، ومزيدا من التوفيق والنجاح، كما أتمنى لكم الصحة والسلامة، وأن يتقبل الله صيامنا وصيامكم، وقيامنا وقيامكم، وصالح أعمالنا وصالح أعمالكم. دمتم بخير، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان.